الخماسية، حقق الأهلي الخماسية وتوج الفريق خلال هذا الموسم بخماسية. بدأت بكأس السوبر المصري أمام الزمالك، ثم كأس مصر أمام بيراميدز، ثم كأس السوبر أمام بيراميدز بعد انسحاب الزمالك، ثم دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الفائز بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي على حساب الأهلي، ثم بطولة الدوري العام الأهلي بطلا لهذا الموسم بعد الفوز بالبطولة رقم 43 أمام المنافس التقليدي نادي الزمالك بطل هذه البطولة العام الماضي. لذلك هو العنوان عاد لينتقم، انتقم محليا وانتقم قاريا، فاز بكل الألقاب المتاحة خلال هذا العام. يعني لو نستعرض الأهلي وإنجازاته وتاريخه، انتوا بتتكلموا على فريق تاريخي في المقام الأول منذ فترة الأربعينات، منذ انطلاق المسابقة في 1948. تعالوا نبص كده مع بعض نشوف أرقام الأهلي في كل البطولات المحلية والقارية. مثلا في الدوري المصري الأهلي فاز بالبطولة 43 مرة، انت بتتكلم في أكتر من حوالي 70-80% من كل المسابقات اللي اتلعبت في الدوري منذ انطلاق المسابقة عام 48. فاز بكأس مصر 38 مرة، فاز بكأس السوبر المصري 13 مرة. يعني انت لو جمعت عدد البطولات المحلية اللي فاز بيها الأهلي انت بتتكلم فيه ما يقرب من حوالي 94 لقب محلي، 94 لقب محلي، يعني 6 ألقاب محلية، والأهلي يكون تخطى أو وصل لرقم 100 بطولة محلية. ودي بطولات إيه رئيسية؟ أنا مش بتكلم على بطولة منطقة القاهرة ولا بطولة الرابطة ولا البطولات اللي هي ممكن تكون إيه؟ يعني بطولات ثانوية، ولكن دي بطولات أساسية، الدوري والكاس وكاس السوبر. روح على البطولات الإفريقية، 11 دوري أبطال إفريقيا، 11 دوري أبطال إفريقيا، 4 كأس كؤوس إفريقية، 1 كأس كونفدرالية، 8 كأس سوبر إفريقي. مين في مصر، مين في المنطقة العربية، مين في شمال إفريقيا، مين في القارة الإفريقية عنده الأرقام دي؟ مفيش. عشان كده الأهلي هو التاريخي أو النادي التاريخي يا سادة، هو ده النادي الأهلي. فالسنة دي بنحتفل بخماسية، ولكن الخماسية جت في 10 شهور. كولر تولى المسؤولية في شهر 9، زي اليومين دول بنتكلم في 10 أو يوم 9/9، والنهاردة احنا بنتكلم في 11/7. يعني وصل 10/9، النهاردة 11/7، والتتويج الرسمي كان امبارح 10/7. يعني احنا بنتكلم في 10 شهور بالظبط الراجل حقق الخماسية. ولما تسأل كولر رأيك ايه في الخماسية والبطولات دي، يقولك انا في تاريخي كله ما خدتش غير 4-5 بطولات، ولكن مع الاهلي في 10 شهور جبت الخمس بطولات. هو ده الاهلي يا جماعة، الاهلي التاريخي. سيبكم بقى من اي حد بيتكلم في نقاط تانية ولا ليها معنى، هو الموضوع ممكن يكون يزعل البعض انه مش قادر يوصل للارقام دي، ولكن ده تاريخ الاهلي، دي القاب الاهلي. عرفتوا ليه احنا عندنا رصيد نقدر نتكلم عليه؟ لانك بتكسب، عندك بطولات، عندك تاريخ، عندك انجازات، عندك مادة بتتكلم عليها. هو ده الرصيد بتاعك اللي انت ممكن تتكلم عليه، دي المادة اللي بنفتخر دايما واحنا بنتكلم عليها.